بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذه الحصة راح نحلو زوج تمارين من تمارين بكالوريا 2016 والخاصين بالدارة المندمجة الان او 555. في التمرين الاول مطلوب منا حساب سعة المكثفة سي واحد لدارة الساعة للحصول على إشارة ساعة ترددها اف يساوي 7 هرتز، علما ان ار واحد يساوي ار اثنين يساوي 22 كيلو اوم. والدارة هذه الموضحة بالشكل تمثل مذبذب عديم الاستقرار. لماذا عديم الاستقرار؟ لأنه عند وضع هذه التركيبة تحت التوتر فإن سين واحد تشحن وتفرغ تلقائيا وبدون توقف، فهذه التركيبة لا تملك حالة مستقرة، حيث أن شحن هذه المكثفة يتم عبر المقاومة R1 وعبر الثنائي D1. لماذا؟ لأن D1 في هذه الحالة وبما أنه مستقطب استقطاب مباشر فإنه سيقصر المقاومة R2، إذن الشحن يكون في هذا الاتجاه. وفي التفريغ وبما أن الثنائية مستقطبة استقطاب عكسي فإن التفريغ يتم عبر المقاومة R2، وزمن الشحن في هذه الحالة يساوي زمن التفريغ لأن R1 يساوي R2، فT1 زمن الشحن يساوي R1 في C1 في ألان 2، وزمن التفريغ T2 يساوي R2 في C1 في ألان 2، ودور هذه الإشارة T يساوي زمن الشحن T1 زائد زمن التفريغ T2 ويساوي، وبما أن R1 يساوي R2 يساوي R، فإن الدور في هذه الحالة يساوي 2R في C1 في ألان 2، ودور هذه الإشارة T يساوي 1 على تواتر هذه الإشارة أي 1 على F، وبتعويض T ب1 على F نحصل على يساوي 2RC1 ألان 2. ومنه C1 يساوي 1 على F في 2R في ألان 2. وبالتعويض C1 يساوي 1 على 7 في 2 في 22 كيلو أوم أي 22 في 10 قوة 3 وألان 2 تساوي 0.7. ومنه سي 1 يساوي 10 أس ناقص 3 2 في 22 44 و7 في 0.7 تعطينا 4.9، إذن 44 في إذن. وبعملية حسابية بسيطة باستعمال الآلة الحاسبة 1 تقسيم 44 قسمة 4.9، إذا نحصل على 0.0046، وهذا العدد يكافئ 1 2 3 4 تقريب فاصل 7 في 10 قوة ناقص 3. فالسي واحد يساوي إذن 4.7 في 10 قوة ناقص 3 في 10 قوة ناقص 3، إذن السي واحد يساوي 4.7 في 10 قوة ناقص 6 فاراد، وتساوي أيضا 4.7 ميكرو فاراد. إذن سي واحد تساوي 4.7 ميكرو فاراد. والتمرين الموضوع الثاني عبارة عن دارة للتأجيل، حيث أن هذه الدارة دارة اهتزازية عديمة الاستقرار، فبوضعها تحت التوتر
تبدأ المكثفة في الشحن والتفريغ تلقائيا وبدون توقف. أما الدارة الثانية فعبارة عن دارة اهتزازية وحادية الاستقرار مونوستابل. في الأولى دارة أستابل، أما هذه فدارة مونوستابل، حيث أن هذه المكثفة سي لا تشحن إلا بإعطاء نبضة على هذا المدخل، وهذه الحالة تمثل حالة غير مستقرة. أما الحالة المستقرة فتمثل الحالة التي تكون فيها هذه المكثفة مفرغة، والعلاقة التي تعطي شحن هذه المكثفة هي UC تساوي VCC في واحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو، والتوتر الذي تصله هذه المكثفة عند الشحن هو ثلثي VCC. إذن ثلثي VCC يساوي VCC في واحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو. يمكن اختزال VCC، إذن ثلثين يساوي واحد ناقص إكسبونونسيال ناقص T على طو، ومنه إكسبونونسيال ناقص T على طو يساوي واحد ناقص ثلثين، واحد ناقص ثلثين يساوي ثلث، ومنه ناقص T على طو يساوي الآن واحد على ثلاثة، ومنه T على طو يساوي الآن ثلاثة، وفي الأخير T يساوي مع الآن ثلاثة يساوي واحد فاصل واحد، إذن T يساوي واحد فاصل واحد طو، مع طو ثابت الزمن يساوي R في C، مع R تمثل المقاومة التي تشحن عبرها المكثفة، وفي هذه الحالة R تساوي R واحد زائد P، إذن T تساوي واحد فاصل واحد في R واحد زائد P في C، ومنه P تساوي T على واحد فاصل واحد في C ناقص R واحد، إذن P تساوي T على واحد فاصل واحد C الكل ناقص R واحد. وبالتعويض مع C تساوي 100 ميكروفاراد، و100 في 10 قوة ناقص 6 يساوي 10 قوة ناقص 4، إذن C تساوي 10 أس ناقص 4 ناقص 1 كيلو أوم، أي ناقص 10 أس 3 أوم، إذن P يساوي 3 في 10 قوة 4 على 1.1 ناقص 10 قوة 3 وتساوي، وبإخراج 10 قوة 3 كعامل مشترك نحصل على 10 أس 3 3 في 10 تقسيم 1.1 ناقص 1، إذن 30 تقسيم 1.1 ناقص 1 إذن المقاومة تساوي 26.27، إذن P تساوي 26.27 في 10 قوة 3، إذن 26.27 كيلو أوم. إذن قيمة المقاومة المتغيرة P هي 26.27 كيلو أوم.